dünya televizyonlarında ilk kez 7 Ekim'den bugüne kadar ilk kez Hamas lideri El adu as-suhyuni hatta hadihi al-lahza ve rağm asharat al-jalasat ve asharat al-awraq al-mutabadila abr al-wusata illa annahu hatta hadihi al-lahza lam yuwafiq ala waqf itlaq an-nar ala qita' Gaza kul ma yuridu wa annahu yurid isti'adat asra thumma yasta'nif al-harb ala Gaza وهذا لا يمكن أن يكون. ثم هو يريد لحماس وللمقاومة أن توافق على خرائط لانتشار الجيش الإسرائيلي بحيث كأننا نشرع احتلال القطاع أو جزء من القطاع. وهذا لا يمكن أن يتم. يجب أن يتم الانسحاب الكامل من قطاع غزة. تفصيلا وشرحا وافيا عن الأوضاع الإنسانية والأوضاع الذي يتحمل مسؤولية التطور الأخير الذي جرى هو الاحتلال الصهيوني هو الذي قام بقصف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد عدد من قادة الحرس الثوري ولذلك الكل كان يتوقع بأن إيران لا يمكن أن تسكت على هذا العدوان الذي مس السيادة بشكل مباشر والذي يدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي يفهم ربما سياسة الصبر الاستراتيجي الذي استخدمته أو رفعته الجمهورية الإسلامية في إيران سابقا ربما فهمها خطأ فالكل كان يتوقع أن يكون هناك رد من إيران لكن هذا الرد بالتأكيد حجمه ومداياته وأبعاده هو راجع إلى إيران هي التي تتخذ القرار بما تراه مناسبا وتسمى هناك بعض الدول نحن قلنا بكل وضوح نحن نرحب نحن استمعنا من الرئيس في لقاء اليوم أن هناك قرارات اتخذت بشأن وقف الحركة التجارية مع الكيان الإسرائيلي وطالت هذه القرارات نسبة كبيرة من الحركة التجارية نحن قلنا بأن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح التصريحات الإسرائيلية ومن وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومن حاخامات ومرجعيات دينية تصريحات الرئيس باعتبار أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني وربطها في سياق الحركة الوطنية للاستقلال لتركيا هذا بالتأكيد هو محل اعتزاز وتقدير منا ومن الشعب الفلسطيني وهو يقول الحقيقة حماس هي حركة تقاوم الاحتلال لتحرر أرضها وتحرر مقدساتها وتحرر شعبها من ظلم هذا الاحتلال التاريخي الذي وقع عليه وكذلك الحديث عن أهمية القضية الفلسطينية في أجندة السياسة التركية سواء كان في الماضي أو في الحاضر